بخاف عليهم قوي. هو طبعا كل حاجه بايد ربنا، بس انا انتي حما طيبه ولا حما شريره؟ لا طيبه جدا فعلا. ما انتي لو بتخافي كده اكيد برضو على طول حتى مناخيرك معاهم في البيت. لا مش كده، بس طيبه اللي هو ايه، بعامل احمد جوز بنتي ابني. ابني يعني انا بقعد ادلعه في وسط مامته واخواته، يقولوا لي دلعيه دلعيه على قد ما تقدري، بكره هتشربي. اقول لهم لا ده ابني حبيبي، بطني دي ما جابتش غيره. ما هو فعلا لحد دلوقتي ما جبتش غيره. لما يجي التاني بقى جوز سلمى هيبقوا اتنين. بس لما بيزعلها بتعملي ايه؟ ولا حاجة. لا هقول لك، انا عارفه ان هي وراها حد، مامته. ما احنا عاملين تبادل غريب جدا، مامته شايله هايدي في عينيها، وانا بحب احمد جدا وشايله في عيني، فالمساله. وبعدين في النهايه هي بتصالحهم على بعض وشكرا، وبيرجعوا بقى تمام، وهي زعلايا وخلاص وخلصت. وانا شدتها شده جامده جدا بعد جوازها على طول. ازاي؟ طبعا مفيش حياه كده على طول. فاول ما اتجوزت اللي هو بابا تعالى خدني، انا محضره شنطه هدومي. رحت لها انا بقى قلت لها مفيش حاجه اسمها الجمله دي، ما اسمعهاش تاني. البيت اللي خرجتي منه ده ما ينفعش ترجعي له تاني. تتجوزتي يعني، ان لو هي عندها مشكله، مشكله حقيقيه، انت هتمنعيها من الطلاق؟ لا مفيش الجو ده، والا كنت انا اتطلقت وانا ما عدتش بمشاكل. ده انا عديت بمشاكل. لا مش بس انت المفروض يعني، احنا العصر اتغير، واكيد اللي عاشته امهاتنا البنات الصغيره مش هتعيشوا، لان في قانون مختلف وفي اسلوب حياه مختلف. اسلوب حياه مختلف، بس في النهايه في بيت وعيله وفي اتنين بيحبوا بعض. ايوه، لو الحب ده خلص وبقى الحياه يعني ما تستحملش، هتقولي لها لا برضه؟ لا مفيش طلاق، وربنا ما يجيب لها حاجه وحشه ابدا ان شاء الله. ما يبقاش فيه، انا بتكلم على الفكر، تفكير. لا انا صعيديه، ومش معنى كده ان انا اكبتها ولا لا 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 لا، هي بتحبه وهو بيحبها ما شاء الله، ربنا يسعدهم. فليه على ايه؟ على مشكله هتخلص؟ ما في النهايه كل حاجه بتخلص. انت قلتي كنت انا اتطلقت. كنت انا اتطلقت. استحملت كتير؟ استحملت فوق ما اي ست في الدنيا تتخيل. استحملت ايه؟ استحملت كل حاجه عشان بناتي وعشان الدنيا تمشي وعشان عدم تفاهم. استحملتي خيانه؟ استحملتي ظروف ماديه صعبه؟ استحملتي ايه؟ كل اللي قلتيه ده انا استحملته. كل ده؟ كل ده.